اهلا بحضرتك، مبسوطه قوي اني مع حضرتك على الهواء. ميرسي ربنا لحضرتك. يخليك، يا رب نورتينا، اتفضلي. ميرسي حبيبي. كنت عايزه اسال الشيخ على احقيه اعاده الصلاه. لو انا في عمري وانا صغيره ما كنتش بصلي، ده المفروض يعني في سني دلوقتي اعمل ايه؟ هل اطلع عنها فلوس ولا المفروض ان انا الصلوات دي تاني؟ حاضر، وانا سؤال مهم دلوقتي جدا. لو يوم رجعت متاخره بالليل من سفر او حاجه وما بقدرش اصلي العشاء، فبصليها تاني يوم مع العشاء تاني، هل ده صحيح؟ حاضر حاضر، شكرا لحضرتك. طبعا عينا حضرتك، نورتيني. سؤالها مهم جدا جدا وبنتعرض ليه كتير جدا، ودايما بنقول كده يا مدام دعاء ان السؤال هنا عن الفوائد، والفوائد عندي منها نوعين. اما فوائد استطيع حصرها، واما فوائد لا استطيع حصرها. هي كده سألت في النوعين. النوع الاول اللي هو انا فاتني سنين كتير قبل ما ابدا التزم واصلي، سنة 2 3 10 وبعدين بدأت أصلي. طب دي فوائد أنا مش قادرة أحصرها، مش عارفها كم فرض بالظبط. طب أعمل فيها إيه؟ أسيبها خالص ولا أصليها كلها ولا أجمعها إزاي؟ هقول لحضرتك الرأي في الفوائد الكتير قوي اللي أنا مش هقدر أحصرها وأعرف عددها، إن أنا أصلي مع كل فرد فرد وأجتهد فيها. يعني أصلي دلوقتي مثلا العصر، عصر هيأذن أصلي العصر تاني. بعد ما أصلي العصر أصلي كمان 4 ركعات بنية إن ده عصر من الفوائد. أصلي الأول الفرض وبعدين اللي عليا، ما عنديش مشكلة خالص. أنا دلوقتي مثلا الأذان أذن وأنا داخل المسجد أصلي، وفي وقت طويل بين الأذان والإقامة ربع ساعة أو تلت ساعة، فأقدر أصلي فيه 4 ركعات أو أصلي فيه فرضين، فأقدر في الوقت بين الأذان والإقامة أصلي. لكن دخلت المسجد والإمام بيصلي، هصلي معاه الفرض وبعد ما اخلص الفرض اصلي فرض تاني من اللي عليا. في نقطه بقى مهمه، عشان انا قلت ده العصر، ان العصر هيأذن. طيب في بعض الاراء بتقول ان ما فيش صلاه بعد الفجر ولا بعد العصر بالظبط، وان دي اوقات كراهيه. عشان كده انا سالتك على فكره. في اراء بتقول كده ان الوقت بعد الفجر، طالما انا ادركت ركعتين قبل الفجر يبقى اصلي الفجر وما اصليش تاني، وطالما صليت العصر ما اصليش بعد العصر تاني. لا، يجوز ان انا اصلي بعد الفجر ويجوز ان انا اصلي بعد العصر على مذهب الامام الشافعي، بس في حاجه صغيره هقولها قد كده اهو. ما له سبب. بمعنى ما له سبب يعني ايه؟ ايه السبب اللي ممكن يخليني اعمل كده؟ يعني انا دلوقتي بصلي العصر في المسجد، تمام، ما عنديش اي سبب للصلاه، فقلت هقوم اتركع اصلي ركعتين في ركعتين. لا، بعد الفجر ما اعملهاش ولا بعد العصر اعملها، ده وقت منهي عن الصلاه فيه. طيب انا عندي سبب، ايه هو السبب؟ انا عندي فوائد مش قادر احصرها، وقلت خلاص هصلي بعد كل فرض فرض. خلاص طالما ده له سبب بقضي شيء من اللي عليا، يجوز ان انا اصلي بعد الفجر ويجوز ان انا اصلي بعد العصر. دخلت المسجد بعد العصر وكنت مصلي في مكان تاني، يجوز ان انا اصلي ركعتين تحيه المسجد. انا قاعد في المسجد وقمت دخلت جددت الوضوء، يجوز ان انا اصلي سنه الوضوء. طالما في سبب يجوز، لكن هتركع وخلاص بعد الفجر او بعد العصر لا يجوز. يبقى الفوائد اللي انا مش هقدر احصرها مع كل فرد اصلي فرد. في جزء بقى من السؤال عن الفوائد المحصوره بالزبط. يعني اللي انا اقدر انا أعرفها. فاتني العشاء امبارح، فاتني المغرب، كنت مسافر في سفر وفاتني فرض او 2 أو 3 وما قدرتش اصليهم في وقت السفر ده، طب اعمل ايه بعد ما ارجع؟ هنبعد بقى قصه السفر دي، فيها قصر ولا ما فيهاش قصر، لكن خلينا انا انشغلت فتره وفاتني فرضين او 3 اعمل فيهم ايه؟ طالما الفروض دي محصوره ومعروفه، الافضل يا مدام دعاء ان انا ما اسيبش الفرض ده لتاني يوم. يعني ما استناش بكره واقول انا عليا مغرب وعشاء هصلي المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، لا. يعني انا قاعده دلوقتي وافتكرت ان انا ما صليتش المغرب بتاع امبارح، تمام، الظهر بتاع امبارح، تمام، ودلوقتي وقت صلاه المغرب او العكس وقت صلاه الظهر مثلا، فاقدر اصلي في الوقت اللي انا افتكر فيه الصلاه الفائته. هقول لك قاعده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس هنصلي عليه. سيدنا النبي بيقول لنا قاعده مهمه جدا يا جماعه في موضوع الصلاه اللي انا ممكن انساها، او ممكن ارجع من شغلي تعبان قوي فنام فيعديني فرضين او 3. يعني رجعت مثلا قبل العصر، دخلت ريحت شويه فقمت لقيت نفسي فاتني العصر والمغرب والعشاء، طب اعمل فيهم ايه؟ سيدنا النبي يقول لنا كده: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ذكرها، يعني أول ما أصحى من النوم كده وبعد ما قعدت شوية، إيه ده أنا نمت وما صليتش عصر ومغرب وعشاء، أو ما صليتش عصر ومغرب ودلوقتي حضرت العشاء، عشان دي هتبقى قاعدة تانية. طب أول ما أفتكر أنا ما صليتهمش دول أعمل إيه؟ أصليهم على طول. طيب الإمام دلوقتي هيصلي بيها العشاء، هصلي معاه العشاء. طيب والعصر والمغرب أنا سبتهم، عندي حالتين. إما إن أنا بعد ما أخلص العشاء أصلي العصر والمغرب وما صليش العشاء، خلاص انا صليتها مع الامام، واما ان انا اخد بالراي يا دكتوره لميا اللي بيقول ان الترتيب فرض، فاصلي العشاء مع الامام وارجع اصلي العصر والمغرب واعيد العشاء عشان الترتيب.